إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب الشروط، قال: باب الشروط، من باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. وحن لحظة أقول سني حديث كديرا، حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان، حديث كديرا يكسب سنة قصدي صلح الحديبية، صلح النبي إيه صلى الله عليه وآله وسلم يدح مري مشركين تا يقابك إيه ودعي كاسبا كسود يحشفني بل دحن كو استاغني مركا وحن وحير ديب أقول نقونينا حالي درسيقي أها عبارات حوغا سيو أتكايون كبقاي إن حيغي دتك أي كو أتكادان إنا مركا ديب أقول نقونا للتوضيح مركا وحن كسو بلابينا صفحة صدح بغولي طبان قدال هدان أقول نقونا صدرك سيديداد مركا كور لغا صوتيريو أما تضوباد. فقال نعم. أما اللي حاد بأن إراه ذو نعم كركس وتيري صدر كتضبات نعم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل ابن ورقاء، سمارك ثان بديل ابن ورقاء يعني نكي أجوه الرئيي ووفتي أهان نبي قوي ما دبوها بديل ابن ورقاء الخزاعي نبي مركي دقين صلى الله عليه وآله وسلم وليبا أعلى حذيبية أي دقين ميلا وليبا بيا لهين أهل يرو أدوك بيا يري كرلا لعليانو نفعان لهين ميل يرو حفرة ثمد وحديث كتل مامي أدو بيا ير أي دقين حوغاقي يرايو كجريبا لكالا نرطيو لغا دميو لغا مريو لغا قريي مركابا داتكينا يكوفلنا واينا داتكي أومين حذيبية وحكوية لعيل آدو بيابضا لكن مشركين تاوغا صهر مرتو دكتي مركا نبي صلى الله عليه وسلم يشابو دقي مركا أونكي يبير أنتي ما نبي الله شيغي مركابو النبي فلار قبويه سكوجر تل بحيه لقليه لقو مدي الكبا ما حذي وبيبضا ما حذي وضدك كود عبين حوله كور أبصدين بيا كفلا حالة دا أيقو كتشير مركا ودا مشركين تي أيقونا يصور فرديان أيا مركا وحاو يمد ننك ليرا دا بديل من ورقا عبار بيسو تشيران وإسلحو ذي بيدا لكن نبي قلنا دش كرب وكدجي أيقنا دين عوحي كدجين مكحك تقول كنا نقول بلارن وان كيرين تقريبا هذه لفيري حذيبية انت اللي اكتر دول كيدو وادول ان كيرين لبعتين كيلو متر وحدو دو دورية تمن كيلو متر
وقارية مركا وحاوي من مركا النبي صلى الله عليه وسلم ننكا ليره بذيل ابن ورقاء وقبيلة خزاعة كمدة إذ جاء وحايمي والنبي قويمي بذيل ابن ورقاء نكم قعاله الخزاعي وهو من قبيلة خزاعة وقبيله من قبائل العرب كمدة ومكاء قار كيد الدقنا في نفر من قومه أي في جماعة من قومه كلي ما هين جماعة قوم كيسا خزاعة بل سعتي في نفر من قومه من خزاعة يعني كلي ما هين وفتي دنوي لكن السقا مضحوة وهرتشوغا وقفك وهضل يا يعني جماعة ذا رأي قوذي وحي وضا نكا كهلا يا هو السقا وكانوا وحين أهاين قرض خزاعة ليرهدو عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي موضع ثقة رسول الله وموضع سره ونصحه وحيا هايين داد نبيغو كالسوني أو كوقبو ونبيغو أسر شكتو وسرت النبيغ حفظية ونبيغ المسلمين تأون نصيحة يبي هايين والنبي قاعد وكلسوني وقبه مركا النبي يؤي مدين صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة من أهل تهامة تهامة ومكة يا أجار كذا للك بد حبت ساحل كأ على مستوى البحر بد اللصي من ومكة يا أجار كذا قبائل كدجبة كمدة هايين يبو قريش با كمدة إيجا كمدة قبائل بدن بدقة مركا قبائل كميش هدقة كوا النبي قوكو كالسوني بدن يهيو ثقضة وكو قبو ونبي قو النصيحية صلى الله عليه وسلم سرتي سنة حفظة أي هايين مركا يؤي مادين النبي قا فقال وحويري بذيل ابن ورقاء إني أنوغو تركت وانكسو تقي كعب بن لؤي وعامر بن لؤي ولا بقى بيلو ولا لا بني كعب بن لؤي وبني عامر بن لؤي وهم قريش وقريش قريش تا وحاويا دور بطني بيكال النقضان وقارنا كعب بن لؤي بيكو أبتر صدان قارنا عامر بن لؤي بيكو أبتر صدان وولا لا مركا قريش بوتشيدا قريش تي مكة دجنيد بوتشيدا يعني قبائل قريش وي ولا داس من كسو تغيون صوم مري بويري نزلوا ويدجين أعداد مياه الحديبية حديبية بيه هذي بيدجين مش عال كيدو كويا اللي وولي بيه بضن بيدول دجين مركا نكي بيه بضن دول دجاهي مدب بضن بوميش دجنان كرا نكي بيه بدن دول دقاهي مدى بدن دقان كرا مركا دقان كاي ماشا او دورتين واني من كسو تلقري دقال يئينين ان ماشا كقورين سعي نولال او هران ومركا النبيغا اي وهر چوك سدان صلوات الله وسلامه عليه مكا انو قلو دقال بي كسو تلقري مركا ماشي بيها آني إلا ميل هدن بيه رهين لما چوكي كرو ماشي بيه رهيد وبيه دوليب أي ننقعينين وبيه بلن هل كابي دقين نزلوا وحي دقين أعداد مياه الحديبية حديبية بيه دي ماشي وقو بيه بطنيد أي دقين ومعهم العوذ والعوذ وحويا عوذكو وقيل إرمانكا قيل إرمانكا هيو للي ذا أهابي سوكا حيستيني ماشي وكسوعرتين يعني سيقولون أولادان يعني سيقولون أولادان المطافيل أيضا ومعهم المطافيل مطافيل كنوا حويا وهو يوينك إلمه دي وطا مركا حوله دي إيو هوينك دي إيو عرورته دي بيميش لسودقين
معنى ذلك نمن قوري ورقاقة يمأها إلى أي قصد كودي محمد إليه أي قاران أو أه إن النبي كهر جوك صدان صلى الله عليه وآله وسلم نين مركق حوله سي يحليه يعرورتي ماشان كاني دقال كستو قبصدا نين عرارة يعتبر شيدين يمأها سوما يعني وحيكوتا لقالين دقال حديد دقال قبصدا وحكستي النقطبا إنه النبي أسورة قلين إنه قدبه ومكة قدبه ساسي أي مادين بوير يعني نكلا بذيل بن ورقاء وحور ربا النبي إنه درين سيو أرنتان أذيك النبي هرت الله إنه أشيقه سيونا النبي أسهلا وهم إيقونا مقاتلوك كوا كولا دريل يوية دقال كوا كقو أيه إنه كولا دريلان دقال كوا كقو أيه وصادوك عن البيت بيت كينا وكهرجوك سنيان إن البيت كي قرتبي ديديان إنما كاسي ساس بيكو صوت لقلين هل كابانا كأمي ساسانا كاهر ريس بكو يري انتا مركو أشيغي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيكو حكو يري إنا أنكو هدانو نهي مسلمين تي لم نجي مأينا وإيمان لقتال أحد عدنا لا دغالنا لا قريش ولا غيرها قريش يا غير كيد مدنا ان لا دغالنا وما اينن ايمان ولكننا ان جئنا وحن انمد معتمرين اي حال كوننا معتمرين يعني جئنا للعمره لاجل عمره عمرا انمد هل كان وحن انمد ان معتمرين وان نوجد ان حرمنا هي ونوجد ان هديه وضنه قال بالله وضع هدي جاءها وقرت لقر حري وحويا لصورنا وعيوس كرس كلا قصري وديك وكذا ذن أيه وأنا على مد لقي قان حولها هدي جاءه مك الله وضع عربتنا جرهان دتك مك أي أجرك وددجن آد بيك عبضة أي حرم كأحر من جرين عدي وأصعتنا إني هر استجن عبيك أهيت تيب مرك النبي هو الشيعي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قتال مدوني إنه دقالنا أمس عنه وحنس عنا عمره ينسق إنا نجدنه ساس ما نس عنا تاهر تبل نجا جرسي وحد كله نجا جرسي سا وإن قريشا نمك قريش لا يراده لأن نمك ماشى فريستي ووركل لجسوا جرسي وقريش بنو كعب بن لؤي يا بنو عامر بن لؤي وقريش اون وبطون قريش قريش الا كلا بعده سو ماركت نمك قريش انا وحنا غارسيسا وان قريش نمك قريش لا يرهدو قد نهي قد ن هكتهم الحرب دغال برغاديي ماشان لو كنا رهنوا دغال برغاديي اي اضعفه إلا دقال بضان بين نبيك الله سوغلين سوما دقال بضان بين نبيك كو سوغلين اي داد بضان كوايين واكتو دقيمة كالها وإن قريشا قد نهيكتهم الحرب حرب إيا دقال بضعيفيي أو خقاديي وأضرت بهم حرب قاسنا ودي بي إياك حول الآن نبت قليا الآن dad laan ila dagaalku inta suuleeyay soma xoolaha iyo dadka ba isku sibo u cunaa waa dab oo kale dagaalku waa dab oo kale dab hadii qoryo la saaro dhuxul la muxuu gareebi soo gubi maayo dagaalku waa noocaas dadka iyo xoolaha ba isku sibo u guba oo cunaa marka saas uu nabi guleeyay wa adarrat bihim harbiguna wuu dhibay ee haday iska dayin lahaayeen dagaalka ayuu bisin bisoonayaan ويو أرديان ما يسكدايان دقال وحوي هي وي أركين وضعيفي والرقادي والدبي فإن شاء أمرك سأي دبك أو قبح صدان فإن وحنك قرسي سا فإن شاء هدي دونان مادتهم مدة أي صالحتهم وان لهشين الصلح إيهشيس إيه دقال الآن أم بلجلي أن لحيرا هنجا أقبلين
انت كسو كبسنا على الاقل هل لقى اقبلين. ويخلوا بيني وبين الناس اني قايه ضدك انا هيسوكا يداين ضدك مركا النبي قول شيء وغير قريش عرب تاكل هي اني هيسوكا يداين انا قايه ادنك ايغو انكر نبات قالنو فراها انا قادين ضدك كالي ان لا ديريرو ضدك كالي ان دينك غارسيو هايغا اقبلين هايغا هوري مادين اني يا ضدك كالي هيسوكا يداينو يا إيجا سوكا مريض هشيس كان حقاتين. طيب فإن أظهر تتكا كالي عربتا كالي هدي أنك أتكاضو أنك غالب النقضو هدان تتكا كالي أنك غالب النقضو أو أنك أتكاضو ها نعم وحكوري لابو ان ميد بين نقوني انا ايغا اتكادان اينا كاتكاد هدا ايغا اتكادان وحي اي ربين نمان كاسا افوليي انت ايغو ايغو الى دريري لهايين او نسكو بابي الى هاين قولا دا كاري سوكا يدايين هدا ايغا اتكادان وحي اول بربينو ان انا ايغا اتكادو اللي اتشبيا اها قولا كاري ايا افوليسي هدي أن كأت كاد عمرك وأنا نجو أن أيجا كأت كادو فإن شاءوا هدي دونان أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس وحدتكم أي صوت قالين وإن الدين كأقبلان فعلوا حسميين نعم سيدا حسميين وإلا فقد جمّوا وإلا فقد جمّوا طيب هدي مركا قالي ويان اسلامك فقد جموا اي فقد استراحوا وحيكر حيستين دغالك يقولنا لقالي لهايين هدي اي اغر رايان قرضان اي سكا يبنيين ويعني إيجابيان إيجا غالب النقضان تا أيغا أفري يوحي الربين أيغونا دقال بيكر راح يستين حدي أن كأت كادنا ومركا أي دونان إني سوغالان إسلام كسيدا دادكو أسوغالين حسميين حدي كلين سمينين دا دقال كي ويكر راح يستين وقولك لي أمبان لقالي وإنهم أبو هدي ديدان مرك وطلدان اي ديدان اني الصلح الى قلان ضدك كرئي اني سكا يدايان نتيجة دي كسو بحضان اي اركان ايقونا دقال اي كراحيسان اي كفريستان سيدة هدي ديدان وسيدة هدبا اي علاد اي عيدا كأولو ريان اي كتلب ايان فوالذي نفسي بيده عليه نفتي ذو يدي سأهيد بن كرارنا ياي لأقاتلنهم والله يه والله دقال لما يا على أمري هذا أمر كيغان وأمر الدين إن لما يستره وماشي إلهي وقلت لك لي أن قارسيو أم بن كولا دريري دقال كان وانودي حتى تنفرد سالفتي إلى قور تيداني أي جرك أنت سكلك قوضة ومعناها للدلوي نبي قال للدلو صلى الله عليه وآله وسلم سيف مدح اللوغة قويو قف كدين مدح اللوغة قويو مدح جرك كلوكة قويا سوما وانا دمانا إياه
سالفادو مركا وقورتوي نبي وحوجي ذا إلى لإدلو ولا ينفذن الله أمره ربنا تبارك وتعالى أمرك سوى فلين أمرك إلهي وفلين إلهي بقرانك سوح كليه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يوحدون يا نورك إلهي ودينك إن الدميان إلهينا نورك سوى تام يلي ربي أمرك سا وتام يلي وانا فلين دينك يسنا وأنصرين انتابوا فريمك فرين تاسودي بين النبي صلى الله عليه وسلم نك ليره بذيل ابن ورقاء فقال بذيل وحي يرمك النبي غوركي سدغيستي سأبلغهم وان جارسين يا قريش ما تقول وحد اورنيس نبي كويري نبي غنا واذني جارسي قال وحيري والراوي قال وحن أرنيا فانطلق أي بذيل واتقي وقريش بؤلابتي حتى أتى قريشا إلى قريش أيمت أيضا كي قريش أي أيمت قال وحكيري إن أنقو وأسقي جماعة ديسي خزعيين تأها إن أنقو هدانو جماعة خزعيين تنهاي قد جئناكم وحرب هنا إذين نمي من هذا الرجل نكابا نكاغا نمي نكو إشارة يوايو والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نكابا نكاغا إمي وسمعناه وانا مقلني يقول سغو أورنيا مقلني قولا قول سغو أورنيا وربونا نيري فإن شئتم هدا دونتان أن نعرضه عليكم قولك أن كم قلني إن الإنسان صبرنا إذين شجنا فعلنا وانسميننا وإلا نسكت هديك لو أمسينا مرّب تاني نوركي سيدين شجنا لازم كويري وور يعني رنتي أد أدب وقم وقطه هي عقل ولي بالراجح كم إلزامين وسيدا يسيدا بولها مأرن وانوتقني وان كجنمي هذا الكيسان مقلني وان سو قادني هذا ربتان وإذين شيغينا هذا ربنا هذا كالليوي فقال وحو يرمك سفهاؤهم كوي عقل قاب يضعها ووليب فضوضاء غالبا ما لها سوك لمرك يتهي تذكر للي يرضاه إيقو حق إيو كوليل كوكعين إيو أيان أقلين وحاس وليب ضد بالغات المامي دادكي وركا يري وعكرمة من أبي جهل يرغي كم دي يعني كسو سو إسلامي ولد اللي يراه ودقال كمارتي محوها يبو مديها أصهانية فقال سفهاؤهم سفها ذو دي عقل قاب يدو دي وحي رهدين لا حاجة لنا وحدنا كملهن أن تخبرنا عنه بشيء إن هذا حنو قشيك تدن ملي دن كملهن حبها حنو قشيك وقال ذو الرأي منهم كوي أصحاب الرأي قاها أضياش أهانا وحي رهدين هاتي ما سمعته وحد كم قشي بل سودا نما قشي هاتي ما سمعته يقول وحد كم قشي سقو أرانيا بل نوشك كين هل كا صدق قال وحي رب ذيل سمعته وان مقلي يعني النبي قوتشيدا صلى الله عليه وآله وسلم سمعته وان مقلي يقول اسقو اورنيو كذا وكذا وكذا سدايه سدايه سدا سيدي النبي جو اشيغاي او دنبو او دلدلايو يري سدايه سدايه سدا بوها فحدثهم واشيغاي بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحي النبي جو او يري واشيغاي حين النبي جو يري انت هذا صومرنا يا صوما تنكواد إنه النبي قد قال إنه كتشرين إنه سعون مد اللباد على المكلة قريش إنه قد قال كضعيفي الرقاديي أيقنا أوديبي إنه حتى قد قال أبحصدان إن الهبانين يا النبي قد تنازل كأم موجيي أو أه إنه دياروي هاي
إنه عهدي يبلن يدقال الآن أو لحرته لكن بشرط إن النبي يا عربتك لإسوء سوى هربنا إيان هو إسوء دايان أمورها هدي تهدي ذانا إنه النبي قد قال دياره يهي صلى الله عليه وآله وسلم وركيبه الشيقي نيلا يرادو ابن إسحاق صاحب المغازي وقصة وريي رواية ديسة أيا وحوك زيادي ماشان فقال لهم بديل إنكم تعجلون على محمد مركو وركي أشيغي أيو رأيي سين أقود بيي ووحير نميه محمد واتكو دك دقيسان أدبا دك دك إنك غموغضا إنه لم يأتي لقتال دقالوا مئما أنا سو أركي وضل حربا ودد هديقي وضا وضد أن دقال منا أسعون إنما جاء معتمرا عمره أيمت ما ركتها مدام أمرك السداية هي فرها إساق قاضة إساق يكعبلا إنت أمرك ويري فاتهموه سقي باب اتهامين سقي باب اتهامين او سببتي كو اتهام يا ومحي دوي اوغايين بني خزاعة ان النبي حقي سجرتو سمرت مرقا سقي بالي ها واكو قراني نادقا هذه وحقا جرتا صحاب محمد با جرتا مرك وحيقا مصالح لذات كشاكينيس مرقا سوي هاي ادنك ايو وحد يلي لهيدين مرك وركيسي لو عضيست هل كان مركي مريان دتكم مركا كلا عقل بدن وركي نكو شيغي وور اد عرس فقال عروه بن مسعود نكا لي يرهدو عروه بن مسعود ومن بني ثقيف الثقفي ثقيفنا قريشي درس لته ودنا عن ضائف بيدقان يقول ما بشرين كلا قريش نو إسكول لبيهينه ووضع أصهار يا أبتيالي وحيال أساسه كلا إسكول ديهين وإسكول ده حشران ده شركة إيوه عدا وده النبي قلنا ووضع مذاي سي نكان ومركة أضيعة أي مركة استاجي فقام عروة ابن مسعود الثقفي فقال وحير أي قوم كيجيو ألستم بالوالد ميدن أدنكو أهين والد ميدن أدنكو أهين أيها أبو كالية معنى الله بأخر موض أيوم مد أتشيدا والدكو وحويا وضد حريص بضن وشفق بضن وأطرد بدن وإلمه ذا نبكى للنعب وحوك له أجيدا السجن النفتي سهو يدي سا قريش عروة بن مسعود هو يدي أيا قريش ومن بني عبد الشمس كمدة عبد الشمس بني عبد مناف وقريش وي ولما قرض النبي يقول له صلوات الله وسلامه عليه اللي من عبد مناف بنو هاشم يا بنو عبد الشمس يا ام بي اهاين ولا له مركا الستم بالوالد ميدنا انك والد كي اهاين قالوا حيرا بلا مايا اها ده والدك ولد كي سميو تهميستا ومايا معناها افيف وحكدي غنيا ما دامت الشين ون أبد كيني كم إذا هاي تهمينينا إلا إن كان يتهمين هذا ورك أوكيانه قالوا بلى قال ألست بالولد أنو بيانا هاين مرك ولد كيلر دالاي ولد كيلر دالاي السقعة إلا قبر أيها كم إذا هاي سوما نبي قلوا محولي ابن بنت القوم منهم ويلك قبر إذا الشيء قوس خير قبل دويل كذا شيء وكم دي هاي سما ألستو بالولد أنو ميانا ولد كي أهين للي قالوا حير هذا بلا ها
قال وحيري فهل تتهموني ميادة نقا إتوه ميسان إلا وحو هدى قوب جوق ويهي بذيل ابن ورقا أولا تهمي أولا ورقا قلنا قدا ور محمد يا أصحابتي سادنا وضع أول بس كلنا على هيدين ميادة إتوه ميسان قال وحيرا ذن لا ولي كرسوني بكرة دينية قال وحيري ألستم ميينا نهين تعلمون كوي أغ أني أنوغو استنفرت إنان استنفار استنفار كوا معي وحثي يعني دب كبوغير يكبوري أهل عكاظ دتك أهل عكاظ أها وقبيل كيس قبيل كيس الثقيف بوشيدا إنان سوكي إني أديك إدين نصريان وإدين قرقاران هدو بقرقار يا قربد وقوي بيد أيها قربد بقول جوجا ما ركتها خير كي ريث ثقيف يا أهل عكاظ عكاظ وحياة السوق لنا عود جرة وعربت أي سوق إيمان جرتي أهل عكاظ إن سوق عيي وقوي ري إن إذين قرقاران وإذين قرب استاجان ميين أنا هين كوي أب فلما بلحوا مركي إيجا جوك سدين إيجا ديدين إنا إصرع عن علي أنا جا مركي إيجا ديدين أو يريتين كأنه جو يري إني أنا كيد نقرب صيان إيجا ديدين جئتكم محن إدين لا إمد بأهل أهل كيجي وولد يعرور تيدا أهل هذا يدي يعرور تيدي إيه وحن إدين لا إمد جماعة ذي دي إيه ومن أطاعني عدي إعضاء إعضاء إيجا يشي وبني ثقيف كم ده أيان إذن لئيمي سذا إني أرنت طهيمي إذن أغين قالوا وحير هذين بلا وأغنهي وأن أغنهي بير هذين سذانا نعم قال وحير مرك مرك إنت أغنن وحكر هذين أيها كالسوني سومته إذن والدك سو أنجو مائه ولد كلا للي سمو أجدينا أهل طائف أن بحوها أما أهل عكاظ أن سوكعيي إن إذين قرقاران مركا يقول لك أتكادين أنت وريقي ليسي أهل كي أولاد إذين الله إمي أنت أعدو حكر هذين يا تهم الآن مركا يقول قيرين قال وحويري فإن هذا نن كان يعني النبي قلت شيدا إلا وركي بودا قيسني بديلي من ورقاء أوكياني من وركة روحيوي فإن هذا أي هذا الرجل ننكاس قد عرض لكم خطة خطة إيا خصلت بو إدين صوبان لغي خطة سو خطة رشد يعني خصلة خير وصلاح أيو إذين صوباً لغي وإنصاف يعني هذا الوناكسن يرأي الوناكسن أو صلاح إنكو كجره أو خير كجره أو إنصاف ولبا إي عدل كجره بو إذين صوباً لغي يعني هذا النبي قو شيئي وبدايل أوكياني خائي قهرت واسداس وحان إذن الله يهيب ويري أقبلوها أقبل هذا إذا نقبلن ودعوني آتيه أنا جانا إدرا أن صاركو وركان في عن الله كأني إنه سدائي هاي يينون أنا هاي وواحد بديل وما له كصو شف شفتي هاي أن سوء قادو أما وركا الله كأني هدو صعي هاي وور ولا نسمو أقبلن إذا الله أنا جانا إدرا تيبي أقولادينو وحي كوي رهدين مركة قالوا وحي رهدين ائته أتك بي رهدين قالوا أتك أدونا صارك وصبحي فأتاه أي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أييمي فجعل وحو قدق لي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه النبي قال الله هذا ليه صلى الله عليه وسلم النبي قال الله هذا ليه
أرنتي بك على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو يري وكو يري نينك اللي رهدو عروة بن مسعود الثقفي نحو من قوله لبديل بن ورقاء الخزاعي بديل بن ورقه هراء وبني خزاعها انت وكو يري انبو كو يري ووركا صومرني انو النبي عمره يمد دقالنا أسعون قريش يحربه داليي سماركت أون الدبي إنه النبي قديار وينه صلح لقله لكن أي النبي قال إيوه عرب تكلا سب النيان هديك كلا ديدان الدجال أون مو يوع كلا ديدان النبي قال إنه ديار وينه ولا دجال إلا هذا الكاس النبي قدم بي هذا الكاب أشير ما هذا عمرك ابن إسحاق مشى سجن رواية بكود درايو يعني إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا دقال دونين على كل حال أرنتيب النبي الشيعي صلى الله عليه وسلم عروة نكلي رهدو ابن مسعود أنت مركو النبي قيري النبي جانا دجال محمد هذا إلى دجال لمن ولا دجال لمن يا عمر أيوه فقال عروة عروة وحيري عند ذلك مركو النبي قصي دايري أي محمد محمدو أرأيت بالكورا إن استأصلت أمر قومك قوم كاجهداد باب إسدود هلاكتت إلى دجالك وهلاك سما استئصال at sal jirtid oo dalan gaab ka dhigtid dhulka gelisid waa qoomkaagi ugu qoomkaad ka dhalatay wiya buu leeyahay ila nabiga quraysh sooma qoomkaagi sida hadaad u gashid hal samicta miyad ma qashay bi ahadin ahad wa min al arab arab ah oo ijtaaha ahlahu ahlkiisi halaagay qabla kaadiga horta إلا النبي وحول يروى الله دجال لم يسمع هذا الله دجال لنته لا ما يمد نقول إن القوم كاجي باب إسد كل قدر باب إسد وح كاجه الرجال لما أركو عيب وشيء كاجه تعلين النقاني وضدك كل شيء كيس تسوى مد مدك هلا وإن تكون الأخرى مك عكس هذه النقطة وهي أيوة كأت كاران فرضا وتقديرا دقال كي لله وهم بدوال إنه النبي كأت كاره صلى الله عليه وسلم يين قريش أت كاتو سوما مركو حولي هدي أت أدوك كأت كاتيدنا هدا قوم كاجي بعد باب إسي قف كاجه الرئينا لما أركو وهو عاقب حموي عرب حمويه إيه مرع حمو هدي أي كأت كادان أو كأت كان ويسبو يرمك فإن تكن الأخرى تنكلها دي أهاتو فإني أنوغ والله إله من كدر تي لأرى وجوها وجوه بن أتشيدا سحابة دي بوتي وإني لأرى أو شابا بمشا نوتا الله أو شابا تاسي وحانو مرينة فيها ولحن لبر رواية أمبا صحيحة أشوابا أما أوباشا هذيك ما حكوا يا شيخ كتابك غير فيري يا أوباشا وكا لبر رواية إما إن لا يرهدو أشوابا أما إن لا يرهدو أوباشا لبر صار رواية دو ساكتا مركا أوشابا تمجرتو أشوابا أما أوباشا سيدا إن ليرة لبدو دونا أشوابا من الناس أشوابا توحال إرادة الأخلاط من الناس تدبضان إسكو لحجرة أون إصلاحين وقلوا ملكة مادو أشرافا كجرتا تدليتا كجرة تدفعنا كجرة أدو قد دادان إسكو كانوا أروريسا سمع تد أروري سهل إسوكين كاني
ويان عيدن كذا ثابو لي معناه محو كوضة هذي قريش ميران أهان لهين وحبي أهان لهين من بني فلان من بني فلان من الأنصار من الجهنيين من كذا وحباض وضطاه سكون أحضره وحساسه كلاه سكون أحضر كاهنا ده ما الله فدري ران صوما هلا دري الأمر كله يروح ذو ما الله فدري ران مركب حيرة أشواب أي أخلاطا من أنواع شتى من الناس وحاول ضل يسكون كينيا أنبض وضطاه وهذه أشواب اللي يروح ذو أو باشن هذه اللي يروح برضو وضد يسكون كينا لكن ضد يسكون كينو اللي تواي سفلة من الناس تتكدتك أقول دقن صنو أقول لي تو أقول ضد اللي بضحهم مركز صحابة النبي وكو إشارة يا ولي هي ضد كذا وضد تاه ضد ماها مركز دجال كو كورولا دو إن كا عرنا بسورة جلا سمر تساسو كو وضع كأنه هو إنه النبي كمركا عبسي جلين أيوه هو كو عين أيوه جوان كهذا إلى دريران والله دريلاية يعني وحو قود الرين يا إن قريش مدح أتكان دونت هذا مركز مدح أتكاتو نبي جن أكو كو أتكيستو والله ده قال لما يهدي سكلا ديدان تاسو مركز وحو ربا إنه النبي كوي عيو والنبي سكلا وحو حلي ودونيا مركز سيدا مركو ييري هو ييري أو باشا من الناس خليقا وهي حقيقة كويهين بويري أن يفروا إن يعرران أو يدعوك أي كاتقان أنت يعرران إن كاتقان ساسي أو لك ويهين بوي تتكا دو دتاه ودت ساس مركي دقالكو كل لادو ويكا عرريا هذا الكلام مركو يري أبو بكر با مركا هذا الكي محوها أتشوابي والنبي قداشي سفديي فقال له أبو بكر الصديق أبو بكر بوحو يري أمصص ببدر اللاتا لاتو هو صنم قريش إيو خزاعة إسلوا ذا عابد الشرين أولي با مقر كسي ميشو يا الله ضائف تهي إيو خزاعة يا نديهن ثقيف ثقيف نحدو ذو يالو وانا مقع هويند مقع ناقيد وي صنم مقعنا قيد بولي بضردنا وحالي رضا علمات وحيكوفة السيران لحمة بين جانبي فرج المرأة وهي اللي بيرو مالك كل حيالة محوها 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 عضوي قطران كهوين كل حيالة وكل يولي قنا لكن مقع يسون بندي دينا ولا فهم هيا من مرنا يا سوما marka kaan nuug boo yiri wala isku caay jiray arabtu way isku caayaan oo qof ka marti muxuu ay rabaan inay caayaan waxay dhig jireen hooyada wixigeeda dhugdhug way dhig jireen soomaarti marka waba kasi hoos mariyay oo wuxuu yiri sanamka laata kiisa dhug boo yiri markaas anaga nagu leedahay marti waa arar ma anaga nabay ka ararayna buu ku yiri macnaa wuxuu rabaa inuu aad u xumeeyo بدونيا وركو كو الله يوي الا صحابه دي بو يسي سوما سيدا بو كيري ان نحن نفر عنه وندعه بوير ما نغا نبي كعررينا او كتغينا نيكا ليره دو عروه بن مسعود نن عدينا واها هذا الكيبو دبسدي لكن نيكا وركا يريبا ما يقان وويدية وحير فقال من ذا ولما النبي ويدية من ذا بويري يا محمد كان وكما مركز بلو يري قالوا وحير هذين تتكي جوابي والنبي أبو بكر في رواية هو ابن أبي قحافة وأنا لا يقان أبو بكر معروف وها مركو قرتي قال وحير إنك ليرد عروة ابن مسعود أما والله إله من كدرته أما والذي نفسي بيده عليه نفتي دو يدي سأهد من كدرنا ياي لولا يد أمال هدون جري لهين كانت لك أديك كو أهيد عندي أنيك أمال أقول يا ذهي هدون جري لهين لم أجزك بويري لم أجزك أنا كأمال مرين
وانا كو امل قدين كاس هدون جيري لهين لم اجزك اجزك ده لم اجزك بها انا كو امل مرين كو امل علين لا جبتك وكو جواب لها كلمه ذا هذه تري عايده جوابا كاسين لها لكن وحان وان مسي امل بعد يقول هيت ولنا امالك كوم قدين إن المركة كلمة أن جوابت هذا أمل قد كاغد لغا نعيام يوكو أمل وكو جواب لها سابق قد بي نعم قال وحو يري مركة وجعل وحو قد قلي قال ذو الراوية وجعل وحو قد قلي وكو جيستي نكالي عروة بن مسعود يكلم النبي نعم يكلم النبي نبي إن الله عليه صلى الله عليه وسلم فلما تكلم فكلما تكلم مر الله لا مر كون نبي الله عليه أخذ بلحيته نبي قرك قبني يعني يتلطف تلطف بدوني إنه ما رأيت محوها النبي قصود دبعه طبعا قوالين هاي سوما لذا هذا نما هاي سوما هذا بنقولينا ما رأيت سيدا أبو مكة يلي النبي قنا لأن النبي قو آد بو أخلاق في عنا مدي ديدين مر دينين والمغيرة ابن شعبة صحابي قال إذا المغيرة ابن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم نبي دول تاغنا ومعه السيف وعليه المغفرة سيفتي سينا ووتا وقعنتو كويسة مغفرة بها اللي يرهدو وين او بر اهو مدحا لقشضو وانتا مدحا اي وجيقا اي نبرادا كإلالينا واقبا مدحا وقشرا مركا نبي دول تاغي فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم مر على الأمرك وقعنت أسوتا وقرك النبي ضرب يده بنعل السيف سيفت الدبدي دي ماشي سلك يدأها أو قعنت وقرفتا مركاس وحير هذا وقو جوابا وعكير هذا أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قعنت هذا كدو كعلي قعنت هذا قرك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجلال أوينين يأوجد بصدى أصمينا أو حليه هي يد مشرك إني قرك النبي تابت الله تصلح وما هبونا مشرك نجسها تاي كعنت هذا كعلي النبي صلى الله عليه وسلم ساس بيقول الجيدة بركو كل رفتي كعنت وكل رفتي أو يري فقال وحو يري من هذا كان وكما نبي قويدي قالوا وحي رهدين يا من نبي هن نقطة ما عدك هن نقطة وجوابته المغيرة بن الشعبوي في بعض الروايات ابن عمك المغيرة بن الشعبة لا يلومك واسكث وثقيف بإسلو ذيهين بنو ثقيف بإسليهين ابن عمك المغيرة بن الشعبوي فقال مركز يري شو مركز المغيرة وأجوابي سيدي أبو بكر وما حشونني وأجوابه وحو يري أي غدر أي غادر ولبا غادر واسمه اسمه فاعلوي ووصفي مركز وابا كسي حيل ديري هي غدر ماركتها كي غدر يا خيانة بعض الناس ومتهد بكويري يا غدر ألست ميانا نهين أسرع أسعى مد الصعودة وأهول قلة في غدرتك غدرة دادي خيانة دي أصلا يسي يا غدرتك أصلا يسي أيان ما يري أنو ونص عضي أندشي مركز المنطقة قعدت يا جراعة سابوي سابو كويري معوسي ذا أولي هي وكان المغيرة مغيرة نوحها في الجاهلية وقت الجاهلية صحب قوما في الجاهلية قوم بي سلا صفرين فقتلهم مركز ولاي
قوم كامركا وحي هايين وقوم اسلقوا ذو ذو ثقيفة لكن بطن كراء أيجيب اللايي وأخذ أموالهم حوله دين وقاتي ثم جاء النبي أجمده فأسلموا إسلامي انت مركو الشيغي وعروة بن مسعود والنبي قال الشيغي نين كان نين ديق يحول الله صعر رأينا وياي أيوة مرك النبي فقال النبي وحيري صلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحيري أما الإسلام فأقبلوا بوير إسلام نمديسة وأنا أقبل إياه إلا وصوى إسلام يصوى إسلام نمديسة وأنا أقبل إياه وأما المال حوله أصو قاضي فلست منه في شيء كا لا أتعرض له بوير مرك وما بنبحيه مرك كا وما بنبحيه كما نهض يو لا أتعرضه له لكونه أخذ غدرا ذو غدر السوق هذا سوتت غدر قم بنانه غدر قم بنانه غدر جاي خيانة لا قال كحوله سوء هذا حرب يدقال أنت لا إسلق علي لقط عي أو لقط قبصي وحلال لكن هدينا سدا أهين سكلا لا وحنتهي أدي أدي وحنت سيدا أبو النبي بكير هذا الكوا سعضيه ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه ثم إن عروة وعروة ابن مسعود جعل وحوق ذقلي يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه صحابة النبي إنه أش سأقوه ذا ورجينه يو يدقن كذا يحال ذو ذي سيد النبي قال الله نقميان أردن إنه أرد بقله أيوب الله بي أسيد لقاه وفيريو قال وحيري فوالله إله من كل أرتيه ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة النبي قال ما حاكتفين إلا هدو حاكتفه وقعت في كف رجل منهم من أيها كم بديك أنت سكل عين فدلك بها وجهه وجلده وجه إيوه تركي سمر صانايا يعني تبركا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحلا لا يحكي ما دون لا شك أنه برك طيب وإذا أمرهم هدون النبي أمر بحيه ابتدروا أمره أي أسرعوا إلى تنفيذ أمره أمر كيسة إن يفليان بيودك دقيان إن يرنك مضاهيان وإذا توضأ هدو النبي ويسيستو كادوا يقتتلون على وضوئه وحيكسي قنيان إن اسكدلان ويسد بيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسدو كو ويسيسان يالك لقاضان يالك اسمر مرين يالك هدي حتى قفوا قاري وايو مت كان سوق عطوا كثيرا يا سوس من برسالة يا سقنا منا أها وقتك كليه ويدع ضيو حديثك جحي أبو جحيفة أن كسر مرن كتاب الصلاة مركو النبي صلى الله عليه وسلم وبضحجه جي بكهل لي مرك وتعب كهل لي ساسي لي وإذا تكلم هدو النبي هذا الله خفضوا أصواتهم عنده صوت كهوس يقول لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين نعم هيا لا ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي خاصي أديجيا نفير بديابا أيبي النبي مركز كور قد وقيا محمد نسحابي يري ويحك أغضب من صوتك فإنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا دأبهم وعادتهم حدون النبي حد لنا صوت كور خاصي أديجيا وما يحدون إليه النظر تعظيما الكل لما يسترن النبي كما بأيغان با إن بدل ما بس يدي كران تعظيم أي النبي وينين أيان باشا وحان حصوصة نيك اللي رضا عمرو بن العاص صحابي الجليل كان معروف كها أيام مركي سكراتك يموتك وقيمد أيو حق ضق عليك يبكي يعني يبكي بماذا يبكي عن خطيئته
هدب دربي وجهه ساريا ويبكي. ويلكيسي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن العاص أيا مركا يعني سيء وقفض ديو يا أبتي كنت كذا كنت كذا كنت كذا، يعني ما دام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انت سوجي سو حير من لو صدح مرحلة صومري. مرحلة دي كو مركان مشرق أها وح إلهي أبوره والنبي كان عبا مجرين وح أن كتش على إنه قعنت إذا كبحنا مجرين وقت قصدان لمن لها نار بنقل لها بوي إلهي با وحير إسلام نبدأ يقوم النايستي أن والله صاحبي إن لها ما أن سيكر ومن لما ينكرين هي بدأ النبي كهبي سنة يبوي هدي ما أنت اللي ويدي النبي وسيدي وإكانا كما وربي كروي سيون النبي وإكا هدي اللي إيرادو ما شيقي كربوي سببتو أتي ما بقى وودين إن لها أولا ما إيوه ومدن مركب وشيقي عروة بن مسعود ما أودي كرين إن النبي إنه أولا ما إيوه صلى الله عليه وسلم هيبة وتعظيما سيدا هدان كل من لهانا شن نقول لها بي وحي كدن بي وحبان نلو لي بي حالة ضيضو سيدا يهندون تانا نقول لهم بي معناها ما هي حديث كما حكا قدن لا ياي مركو سو إسلامي النبي قمو في ركرين صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما وإجلالا وهيبة هكذا صحابة مركو ومدوا الله حذي نكان لي رهدو عروة بن مسعود مركو تعظيما أوجد أين وحويري أين بالنبي إيجي كرين وإن نده لما ينكرين بويري وما يحدون إليه النظر يعني سيد بوحدنا أم إيجيان ما نصيف في ركرام با هذا بهوس بيجي سنة يا ما ركتها تعظيما له تعظيما النبي قوينين يا انتابوا أركي مرك حردا سلويناتي فرجع عروة إلى أصحابه أصحاب تيسي قريشيات بقلابت وركو جاي واكنا فقال وحير أي قومي وررت الكيو والله إله بن كرارتيه لقد وفدت ووفتيي على الملوك بقردر لن أدونك جوغة وفتي بانو قلت غيبوي ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي قيصر وملك الروم كسرانا محنديه لا قيصر وملك فارس كسرانا وملك الروم والنجاشي وملك الحبشة وقت جا صد حداس ملك بقوة وينا ملوك تعالى وجرتي انت صوت لن وفديا نقول تغيبي والله إله من كل أرتيه إن رأيته أي ما رأيت ما أنا أرق ملكا ملك وملوك تكمدة قد ولقي ويعظمه أصحابه أصحابتي سي عيدا كسي أسكرتي سؤي وينين أيام ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا أنت أصحاب محمد النبي محمد وينين أيام قرأوا ويني سوى لقي ما أنا أرق بوي واركب أشياء مرك والله إلا أبن كل أرطيه إن تنخم أي ما تنخم نخامة حاكمون حاكون إلا وقعت في كف رجل منهم نن أيجا كم إذا بيجا أنتي سكدعي فدلك بها وجهه وجلده مركز وجهه سي جلده جي سمر مرينا يا قف كان ماشى أقصر رسي ووجهه سوما وجهه بعند رفت النبي حاكذا مر النبي جمر سنة يا شعائل النبي شعليه صلى الله عليه وسلم يتبرك بركة سنة يا وإذا أمرهم حديقوا أمرنا ابتدروا أمره أمر كيس فلنتي سبي أدق دقيان وإذا توضأ هدو ويسيستنا كادوا يقتتلون على وضوئه بيها أكو ويسيستو كادا ضنيا إن إسكدر لا إن يكدر لا نكدر على ما بيكسر جنيان وإذا تكلم هديئوا هدلنا خفضوا أصواتهم صوت كودي هوسو دقيان عنده إسراء كتير
وما يحدون إليه النظر تعظيما له. إشنكما كما بحسن كران إغمضة وما دائم كران إني سي إغان وينين أي نبي وينين أيان. وإنه هذا الكومر كي هو ريري بكسو علي وإنه إساق هذا هو صاحب صدي. وإنه محمد قد عرض عليكم وحويدين صوبان لغي خطة رشد خطاء يا خصلاء هنون يا خير يا إصلاح يا إنصاف يا عدل كجرو أيون إذين صوبان لغي فاقبلوها أقبلا رأيك سؤجي. فقال رجل من بني كنانة بردو ما أقبلين مرك لم يقبلوا ننكر استاغي مرك. فقال رجل من بني كنانة من غير بني كنانة باوحو يري دعوني آتيه بل أن إدايا أن أتقيه هذا الله من المال مرية صمه بذيل مورقا ينك لي رهض عروة ابن مسعود لمدو دي بسوافقين صمه نين كان يري بل أن أن أتقيه إكادية دعوني آتيه. فقالوا ائته أتك صدح ذنين وصدح قبيلك لدويا وأن قريش هاي قريش معها كان بني كنانة كيهوران وحوها من بني خزاعة كيلا بعد وحوها من ثقيف كان بني كنانة بل أنه بل إيسوغا إيدا أن أتقو. فقالوا ائته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركو صام قضي والنبي ديغان كيسي وحو صوم مقضي نعم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو يري هذا فلان كاسي وهبل مقعيس وحلده جري الحليس ابن علقمة كنان أبوها قال لي رضا بنو حارث ابن عبد مناف من كنانة وكمدها وحير نكاسي كاسي وفلان وهو إسقنا من قوم قوم بكر شيء قبيل يعظمون البدن حولها هدي جاه الله وضع حرم كبيئات وتعظيميا هذي أركان يقدرني وكلا دادنا يا أدب وتعظيميا نبدا نبيون هدي بوضع هدي جوا جيلي بدن جوا جيلي هدي جاه مكان لوقا للربي مرك النبي وحير صلى الله عليه وسلم فبعثوها له قيل الدريري كهرجية قيل ولا سو الدريري ولا سو كحية قيل وذا هجاج وقارته وذا حيران وكرس كل وعي هاي بكهري مت إيش مركو كل فتاي أو أركاي أنتم النبي جيب جارين فبعث له قيل ولا الدريري واستقبله الناس ضدكينا يجو قيل دب سعدي كهرت جين يلبون وتلبي سنيان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبية دي بآخرين أيام. فلما رأى ذلك أرنت مركو أركي قال وحير سبحان الله إلهي بنا زهن شلي وحانو صونري ننك اللي يرهدو عروة بن مسعود مركي أبو بكر وهذا الككويري أيو كل أرتيو والذي فوالذي نفسي بيده ما يبحك دم بي سونا أما والذي نفسي بيده لولا يد بكير زماني إلهي بكل أرتي إن كان لا يرد حليس وحلي هي سبحان الله وهم مشركون أنا جو حين لا تهي قال إلهي ما يقانين هنا نقطع هاي مايا ويقانين مشركين ذو ربي والله ويقانين إنه خالق هي ويقانين إن مجعس الله هي ويقانين لكن إلهي كله هل عبود جديد نايا تأو هذا مرك سبحان الله بوير مرك إلهي بحمي ودن كهفا بويري يعني كلمة هسي قفكم مركي وح تعجب وركب بويري هذا ما ينبغي مهبونا لهؤلاء كوان أن يصدوا عن البيت ذات كان هدي غوضة وتلبية سنية
إن بيتك إلهي اللي قع ليه ما هبونا ماشي سيبك الله سوى النبي إلى كل هل كيف يسرقي دي بسو النقضي. فلما رجع إلى أصحابه أصحابتي سيمركو الله بتاي قال وحيري رأيت البدنة هدي جيبان أركي وعلى ميسن قد قلدت لغور حري وأشعرت العالميون لقدي جيي فما أرى أن أقوم مرة إيينا أن يصدوا عن البيت بيتك إن لقعليو إن دتك لقعليو أن أقوم رأي يين ما يو رأي قاسوك يا سبا لكن قريشي حمية الجاهلية قادوه وحي رهدين ما أقول سخصب أن لكوي مادو وقهرنا وديدين بتكلا استاجي بتكلا أي استاجي أولا يرهدو فقام الرجل منهم نن أيها كم إذا قريشة مرك قريشة أول مرك ورا قريشة ما هين سما هذا نن قريشة استاجي يقال له مكرز ابن حفص اللي يرهدو فقال وحيري دعوني آتيه أنا أتقيه فقالوا ائته فلما أشرف عليهم مركو النبي مسلمين تؤسوا مقضي قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري هذا مكرز مكرز وأنك مكرز أها وهو رجل فاجر وأنا فاجر غادرة ولو كل سولان كريم سمرت سيدابون إلى النبي وكلا يقنا ضدك فجعل وحو بالله بي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه النبي قال لحد ليه فبينما هو يكلمه مرء الله هذا لي النبي نبي قلنا ولي جواب إذ جاء سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو اللي يراد كسر دبا ديره إلى يراد مكرز اللي ويا قانينه وحبا مكينة يه أدوه دبا قل سهيل بن عمرو ما مركيمت قال معمر ومعمر بن راشد وحديث كزهري كورين يي قال فأخبرني أيوب يعني أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس والرواية دي هراء أول وحي أهد معمر وحكورين يي زهري زهري وحكورين يي عروة عروة وحكورين يي نكالي رادو مسور ابن مخرمة إيوه مروان ابن الحكم هذا هو الرواية كلا معمر وورين يي مركا معمر بوحير فأخبرني أيوب عن عكرمة أي عن ابن عباس أنه لما جاء سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو المركو يمد قال صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيري لقد سهل لكم من أمركم صحابتي بكويري أمرك إنه وافض ضاضي أمرك إنه وافض ضاضي محمد نبي سيدا أوليه مقعو سهيل معنيه سنوام هاي وافضيت صما سهل وافضيت مقع يوم معنه وإسوة تاني أقاذا ولأجل ذلك أبت كأن مقعيدة ووانك صلى الله عليه وسلم مقعو سامين بكليه ضدك كليه سيدا صلى النبي قلت بشاريه هل كابل مركة شوشينينا ولي قصدي واسعطا لكن ومال أنا كان نقاقي كرنو أنا هل كابل مركة يركو أنا كم بدبو ولا يغانا نمالنا عبار عبار فر ضدك سفر كهو أورتا وطاهي سوى مال مدقان هل كمان دقينا إن شاء الله تعالى سفر كي وحنا كلام بالله بينا مع سهيل ابن عمرو رسول قريش وأنا ننكي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.